حابين به إلى حد ما، إلى حد ما، بس مع ذلك أيضا نطلب أنه يستثنى، أو طلبنا هذا الشيء والآن على وشك أنه نطبق عمليا، يستثنى المصورين والفنيين من بعض الملابس الرسمية الذي يعيق من عملهم، لأن عملهم لا يتناسب، مستحيل يكون مستحيلا مع هذا الشيء، بس على أن يكون بملابس زي يكون مناسبا لمكان اللي ما أعتقد أنه على الصحفي أن يجبر أنه يلبس شيء. الصحفي المفروض ما يقيد، يعطى الحرية الكاملة. اليوم عدد من الجهات من ضمنها جهات الحريات الصحفية استنكرت هذا القرار. أنا أعتبر أنه يعني صراحة قرار مجحف وغير ملزم للصحفيين. جميع المواد الواردة في قانون حماية الصحفيين هي تتنافى مع تنفيذ هذا القرار، على اعتبار أن اليوم الصحفي يجب أن يكون له حرية مطلقة بتجواله، باختيار ملبسه، باختيار عنوانه، خطابه. لكن اليوم بحالة مجلس النواب، بمكانة مجلس النواب، لربما مكانته أمام الوفود القادمة، أمام المسؤولين، كطبيعة عامة لسلطة تشريعية في البلاد، يجب أن يكون هنالك التزام بزي رسمي على الأقل للمراسلين والصحفيين اللي يغطون نشاطات البرلمان. لكن بالمقابل يجب أن يكون هنالك استثناءات للفنيين، للمصورين، على اعتبار أن اليوم هنالك احتكاك بعمل الكاميرا، بحمل الستاند، بالتنقل من مكان إلى آخر. كشف